من أسباب قضاء الديون كلمة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى في 15 من شهر رجب لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجميع الخلائق فقيرة إلى الله، وأفقر الخلائق إلى الله هو المخلوق البشري، لأن فقره فقرين: فقر المخلوق البشري ومن كان في حكمه، فقران: فقر حسي وفقر معنوي. فقر حسي وفقر معنوي. أما الفقر المعنوي فهو فقر القلب، فهو فقر القلب إلى الله. وفقر القلب إلى الله من جهتين: من جهة حاجته إلى عبادة الله وهداية الله وتوفيق الله إلى آخره. والفقر الثاني من جهة فقره إلى الاستعانة بالله، فقره إلى عون الله ونصر الله وتأييد الله وحفظه ودفاعه. فهذا فقر القلب. وأما الفقر الحسي فهو الفقر، فهو فقر ذات اليد، فقر ذات اليد، أي أن الشخص يكون ماله قليلا فيصير حسب الأحكام الدنيوية فقيرا، وإلا فأغنياء الدنيا لا يزالون فقراء إلى الله حسا ومعنا، لأن ما عندهم من الغنى هو وإن كان غنى حقيقيا إلا أنه مؤقت عما قريب يؤخذ منهم ويزال عنهم ويتركونه وينتقلون عنه. فحقيقة الغنى هو الغنى الذي اتصف الله به. ففقر العباد إلى ربهم فقر لازم حسا ومعنى. أما الفقر المعنوي وهو فقر القلب فإن صاحبه بحاجة إلى أن يكون القلب دائم الفقر إلى الله واللجوء إليه والتضرع بين يديه والإقبال عليه. وهذا الفقر كلما عرف الإنسان حاجته إلى الله زاد فقره. كلما تفقه الشخص في فقره إلى الله في باب الدين والعبادة والاستقامة زاد فقره إلى ربه. وهذا أنفع شيء للعبد، أنه يعرف فقره إلى ربه في باب الدين، في باب الهداية والتوفيق. فهذا
الفقر كلما كان الشخص مقبلا على الله كان للعبد الفرج والمخرج من عند الله في دفع ما ينزل بالعبد من أنواع الأمور والملمات والضرر والمحن والفتن إلى آخره. والفقر الحسي كما سمعتم هو فقر ذات اليد، هذا الفقر المطلوب من المسلم أنه يعلم أن الله عز وجل أرحم به وأعلم بمصالحه وأحكم فيما قضاه وقدره عليه. وللشخص شرعا أنه يسعى في إزالة هذا الفقر بالطرق المشروعة والمباحة والمحمودة، يسعى في تخفيف هذا الفقر. هذا مجال رحب لمن يريد أنه يسعى بطرق مشروعة. وعلى كل كما تعلمون أن الإنسان ما بين حين وآخر يحصل عليه من الأمور التي ترهق كاهله والتي تجلب عليه الغم والتي قد تضعف ربما سيره إلى الله إلى غير ذلك. هذا أمر يحصل. ومن هذه الأمور التي تحصل للعبد كثير من الناس يبتلى بها أمور الدين، أمور الدين، أن يبتلى الشخص بديون عليه للناس، فهذا الابتلاء من الله عز وجل المطلوب أن الشخص لا يستسلم لهذا الابتلاء بل يدافع ويقاوم ويسلك المسالك المشروعة التي جاءت بها الشريعة حتى لا ترهقه الديون ولا تكون سببا في إلحاق الضرر به دينا أو دنيا. ففي هذه الساعة نذكر نبذة على مسامع الجميع فيما يتعلق بأسباب قضاء الديون وتسهيل ذلك والخلاص من ذلك. فهذا أمر مهم جدا، لأنه من دخل في المسؤوليات ومن تحمل مسؤوليات، مسؤولية زواج، مسؤولية علاج، مسؤولية أسرة إلى غير ذلك من المسؤوليات، في الغالب أنه يحتاج إلى أموال لا يكون معه ما يكفيه فيحتاج إلى الديون من الناس. فإذا وقع في الديون فإنه يحتاج إلى القضاء، وقضاء الديون يحتاج إلى أسباب حتى يسر الله عز وجل بذلك. فمن الأسباب في قضاء الديون أمور. الأمر الأول أن الشخص إذا استدان من الناس أموالا يكون صادقا مع الله، ويكون صادقا مع الله وعازما عزيمة قوية على أنه يقضي الدين وأنه يفي بقضاء الدين الذي عليه، ولا يماطل ولا يلعب ولا يحتال، وإنما يعزم عزيمة على قضاء الدين. فإن كان أعطي هذا وجاهد نفسه على هذا فهذا من أسباب تسهيل القضاء. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فقوله يريد أداها أدى الله عنه
دليل على أهمية الصدق في قضاء الديون، أن الشخص يصدق ويفي ويحرص ويبذل جهودا من أجل أن يقضي ما عليه من دين، يبذل الأسباب المباحة والمشروعة في ذلك. فهذا من أعظم تيسير قضاء الديون، أن تكون نية الشخص صالحة، وأن يكون مقصده حسنا، وأن يكون عازما على ذلك، لا يرتضي بحيلة يستعملها ليتأخر أو يتخلص عن ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشخص إذا استدان يحرص على أنه لا يستدين إلا في أمر يحبه الله، في أمر يحبه الله، في طلب علم شرعي، في دعوة إلى الله، في عفاف كمن يتزوج، وهكذا في معالجة مريض، وهكذا في نفقة واجبة على أسرة، على كذا، المهم في أبواب يحبها الله، وفي أبواب مشروعة، وفي أبواب مباحة. فقد جاء من حديث عبد الله بن جعفر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله مع الدائن، إن الله مع الدائن حتى يقضي، حتى يقضى عنه دينه، حتى يقضى عنه دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله، ما لم يكن أي الدين فيما يكرهه الله. فمفهوم الحديث أن الدين إذا كان فيما يحبه الله، أن الله قد وعد بالإعانة وجعل معيته سبحانه مع الدائن حتى ييسر له القضاء. فهذه بشارة فيها العون من الله عز وجل، والتيسير من الله، والتسهيل من عند الله عز وجل، فهي من أسباب الرجاء في الله في تيسير قضاء الديون. هذا سبب ثان، أن الشخص إذا استدان أموالا يستدينها فيما هو من الأمور المهمة والضرورة والحاجة المعتبرة شرعا. فإن كان استدان في هذا فالله عز وجل معه حتى يقضى عنه دينه بإذنه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد علم أمته أدعية عظيمة مباركة يدعون بها ربهم من أجل قضاء ديونهم، من أجل قضاء ديونهم. هذا ما ينبغي أن يعلم. ومن ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وعند الترمذي والحاكم وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب، أو قبل الحديث أن مكاتبا جاء إليه وقال: إني كاتبت على كذا وكذا، فعجزت، أي عن القيام بتأدية ما كتب عليه. فقال له علي رضي الله عنه: ألا أدلك على كلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: لو كان عليك من الدين كجبل الصيرة، وهو جبل في طي، لأدى الله عنك ذلك؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: من كان عليه دين فقال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، إلا قضى الله عنه دينه. كذلك أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ،
ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل أحد دينا لأداه الله عنك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تقول: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك تعطي من تشاء وتمنع من تشاء. اللهم اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم اقضي، اللهم اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وأغنني عن الفقر. الرسول عليه الصلاة والسلام علم معاذ هذا الحديث العظيم. وكذلك أيضا قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته أن من أوى إلى فراشه أن يقول: اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، رب كل شيء ومليكه، إلى أن قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى. اللهم أغنني، اللهم اقضي عني الدين، اللهم اقضي عني الدين واغنني من الفقر. هذا الحديث رواه مسلم، هو عند ابن حبان أن عن أبي هريرة أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت إلى رسول الله تطلب خادما، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ فقالت: بلى. فعلمها هذا الحديث الذي سمعتموه، علمها هذا الحديث الذي سمعتموه. فنستفيد من هذه الأحاديث المباركة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته أن تلتجأ إلى الله، وأن تنزل فاقتها وفقرها وحاجتها بخالقها وبارئها، فهو المتصرف في العباد، وهو الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، هو الميسر للعسير والمقرب للبعيد، وهو المتصرف في العباد سبحانه وتعالى. فمعنى هذه الأحاديث أو مضمونها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكره للعبد المؤمن أن يكون كثير السؤال للناس، بل المطلوب أن يكون كثير الإلحاح والسؤال لرب العالمين الذي بيده الفرج والمخرج. ولهذا روى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبدا هم ولا غم ولا حزن قط، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الحديث إلى آخره. والشاهد منه أن العبد إذا أصابه هم من الهموم أنه يقبل على الله، وإن من أكبر الهموم هموم الديون، ولهذا قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، رآه في المسجد جالسا ورآه منكسرا، فقال له الرسول: ما لك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، ديون لزمتني، ديون لزمتني. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك
على ما تدعو به حتى يقضي الله عنك الدين؟ قال بلى. فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو الله، أنه يدعو الله. فهذه من جملة التعليمات العظيمة النافعة. المسلم يقبل على الله عز وجل بالتضرع وكذلك أيضا بالبكاء إن استطاع، وكذلك أيضا بكمال الافتقار إلى الله ويعني إظهار الضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعو الله أن يصون عرضه وأن يسهل أمره.